على كل مشاهدي الكرام، عودة للحديث عن ملف التأمين واعتماد المنتجات التأمينية. سر أن يكون معنا المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى. حياك الله معنا سيد عادل، شكرا لوجودك معنا اليوم. ماذا يعني إلزام البنك المركزي يعني شركات التأمين باستحداث لجنة للمنتجات، لربما من أجل أيضا العمل على يعني ضمان جودة المنتجات التأمينية وتطويرها؟ بالضبط أخوي الكريم، أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة زي ما ذكرت بالضبط، هي الهدف من الضوابط هذه والإجراءات التأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية والإجرائية، وأيضا توافقها مع حاجة السوق ومدى فعالية هذا المنتج، لدرجة أنه طلب أيضا في الضوابط مراجعة سنوية الحقيقة من قبل لجنة المنتجات الداخلية في الشركات، مراجعة أداء المنتج وتأكد من التوافق مع ضوابط وإجراءات إجرائية، وأيضا من مدى فعاليته في السوق ومدى الحاجة له ومدى حتى ربحيته في السوق. نعم. للتوصية ما باستمراره أو تعديله أو سحبه. الحقيقة الحد الوضع هو زي ما ذكرت أنت، وهي ضوابط إجرائية. نعم. ومحددة بأيام عمل معينة. أيضا كان يمكن أبرز الأشياء اللي ذكرت في الضوابط هو التشجيع على إعادة التأمين المحلية. يعني نعرف أنه دائما في المنتجات هناك احتفاظ للشركات وإعادة التأمين حسب نوع المنتج، فللتأكد من أن الأقساط التأمينية يعاد أو يتم احتفاظ فيها محليا في السوق المحلي. نعم. كان في من ضمن الإجراءات هو التأكد من يكون الاحتفاظ وإعادة التأمين محلية، إلا إذا كان هناك سبب يدعو لشركة التأمين أنها تروح الأسواق الخارجية. اليوم هل يعني وجود منتجات في السوق مشروط الفترة القادمة بموافقة البنك المركزي؟ هل هناك نوع من التأمين يعني مرتبط بموافقة السامة؟ لا شك، هو من أول موجود هذا الكلام، أي منتج تأمين يتم تداوله في السوق السعودي لازم يكون موافق عليه من قبل البنك المركزي السعودي، هذا موجود بالتأكيد. لكن اللي وضع الآن هي إجراءات محددة وضوابط محددة، يعني أكثر تحديدا بالنسبة للمنتجات. أكثر تحديد. نعم. وأضيف عليها بعض الأشياء الجديدة زي ما ذكرت لك، هي المراجعة. نعم. السنوية، إعادة التأمين المحلية، هذه موجودة من أيضا من أول. نعم. لكن شدد عليها أكثر الحقيقة. اليوم كيف تقرأ يعني تفاعل أو جاهزية شركات التأمين للتعامل بالنسبة مع هذه الضوابط واعتمادها وإعطاء فرصة أكبر بالنسبة للعمل على المنتجات التأمينية في السوق؟ زي ما ذكرت لك كريم، هي يعني هذه الإجراءات موجودة، لكن هذا هو ضبط لها أكثر وتحديد أيام عمل معينة من ناحية تقديم المنتج، من ناحية تقديم المستندات، من ناحية الموافقة عليها ومن ناحية مراجعتها، وايضا يمكن الاشياء المستحدثه اكثر اللي هي تكوين لجنه داخليه مثلا من الشركه للمراجعه وتقديم تقرير سنوي، هذه الاشياء اضافيه هي تمت، لكن هي الاجراءات اكثرها هي ماشيه في شركات التامين ومستمرين عليها، بس هذه اجراءات اكثر صرامه واكثر شده. اعتقد ان هذا من صالح السوق، من صالح المنتجات بالتاكيد، ومن صالح المؤمن لهم اكيد، لأنهم يتأكدون أن هناك مراقبة شديدة داخلية وأيضا من خارجية من قبل المشرع اللي هو البنك المركزي السعودي، وبالتالي ضمان المعاملة معاملة المؤمن لهم بعدالة وشفافية أكثر. عادل العيسى المتحدث الرسمي باسم شركات التأمين، كنت معنا الرياض، شكرا جزيلا لك.